تتحسب امتى؟ قيمه الاكس بتساوي كام اللي تخلي الاي نت عندها بيكون ماكسيمم قيمه عظمى. ثاني حاجه بيقول لي ايه بارتكل 2 اللي هو الشحنه رقم 2 بتساوي سالب 3 اي. وات ذا فاليو اوف اي ماكسيمم؟ عايز يحسب القيمه بتاعه الماكسيمم الاي ماكسيمم كام. طيب احنا دلوقتي عندنا نقطتين، النقطه الاولى ان هي عندي ان هو مديني الريشيو كيو 1 على كيو 2 بتساوي 4، يعني اقدر احسب كيو 1 على كيو 2 بدلاله بعض، يعني اقول كيو 2 مثلا بتساوي 4 كيو 1 او كيو 1 بدلاله كيو 2 بتساوي 4 على كيو 2. طيب نرجع تاني كده يا شباب، هو دلوقتي المطلوب عندي اكس بتساوي كام عشان تحقق الاي نت بتاعها بيساوي ماكسيموم. طيب هو دلوقتي عمال يتكلم على الاي نت الاكس، طب يعني الاي نت على الاكس دي بتساوي كام؟ القانون بتاعها شكله عامل ازاي؟ يبقى احنا اول حاجه دلوقتي هو بيتكلم هنا في الفيجر اي نت اكس، وهنا في الفيجر في الرسم دي اي نت اكس. طيب شكل المعادله عامل ازاي اصلا قبل ما نحل المعادله؟ هناخدها خطوه خطوه. يبقى اول حاجه نعملها ايه؟ نجيب قيمه الاي نت عند النقطه اكس، نشوف شكلها عامل ازاي. انا عندي دلوقتي شحنتين، شحنه موجبه وشحنه سالبه، اشوف الشكل المعادله بتاعت الاي نت اكس دي بتساوي كام عند النقطه بي. عند النقطة يا شباب، عند نقطة اكس عند نقطة بي في قيمتين للالكتريك فيلد او في اتنين عندي الكتريك فيلد، واحد جاي من كيو موجب اللي هي كيو واحد موجبة، وطبعا اتجاه الالكتريك فيلد بيكون خارج من الشحنة، فالاي واحد هتكون خارجة من الشحنة فهتكون في اتجاه البوزيتيف اكس. طيب الكيو اتنين اشارتها سالبة فهتكون اتجاه الالكتريك فيلد ايه؟ داخل الشحنة. يبقى انا اصبح عندي الالكتريك فيلد عبارة عن الاي نت عند النقطة اكس دي عبارة عن ايه؟ اي 1 في اتجاه الموجب اكس ناقص اي 2 في اتجاه ايه؟ السالب اكس. يبقى المحصله بتاعتنا الاي نت عند الاكس بتساوي اي 1 ناقص ايه؟ اي 2. نرجع تاني، المطلوب بتاعنا ايه؟ ان احنا عايزين نوجد قيمه الاكس كام؟ قيمه الاكس هتساوي كام؟ عند الاي نت يحصل عندها بتساوي كام؟ اي ماكس. احنا في اول مساله تفتكروا يا شباب جبنا قيمه الاكس اللي يحصل عندها الكترو فيلد بينعدم يحصل بزيرو. طيب لو انا عايز احسب قيمه الاكس اللي بيحصل عندها ايه؟ الاي ماكس قيمه عظمى للالكتريك فيلد عند النقطه اكس بكام؟ ده السؤال بتاعنا. طب هو هنا ما ادانيش اي معلومات عن الآلة، المسافه دي قد ايه؟ طيب ممكن نجيب ال دي بكام؟ الاول حاجه فك لي كده القانون ده، الاي 1 هيساوي كام؟ الاي 1 الاي 1 يا شباب الكي عباره عن ايه؟ الاي 1 عباره عن ايه؟ كي كيو 1 على المسافه، مربع المسافه، المسافه عباره عن ال زائد اكس كل كام؟ كل سكوير. طب كيو 2 عباره عن كي كيو 2 على المسافه اللي هي ما بين النقطه والمسافه الشحنه، النقطه عندي اهي نقطه بي على المسافه اكس والشحنه اهي، يبقى المسافه بينهم مربع المسافه اللي هي كام؟ اكس سكوير. يبقى انا اصبح عندي القانون شكل القانون بيساوي كام؟ اي نت بتساوي عند النقطه اكس كي كيو 1 على ال اكس ال زائد اكس كل سكوير ناقص كي كيو 2 على اكس سكوير. ليه ناقص؟ لان دي الاي 1 في اتجاه الموجب اكس والاي 2 في اتجاه السالب اكس. تمام. احنا اتفقنا يا شباب ان هو ما ادانيش اي معلومات عن ال 1، دي العلاقه دي اللي هتحل لي كل المشاكل عندي في المساله، فدي اهم علاقه موجوده عندي في المساله، عشان كده هنحطها مبروزه شويه. انا دلوقتي اول خطوه هو ما قاليش هاتها، بس هي هتفيدني في الحل بتاعي ان انا اجيب ايه؟ قيمه ال L. طيب بص كده يا شباب، هو بالرسم البيان اللي عندي هنا مديني بيقول لي ان عند النقطة اللي هي الاكس فيها ب 20، ما هنا الثلاث مربعات وهنا ب 30، يبقى مربع ب 10، يبقى هنا 10 20. عند ال الاكس ب 20 سنتيمتر الاي نت بكام؟ بصفر. يعني انا عندي اكس ب 20 ينفع احط الاي نت بكام؟ بصفر. طب هنحطها هنا هيطلع لي بقعد بكيو 1 بداله كيو 2 عشان اخلص من مجهول منهم، واحط الاكس هنا الاي نت اكس بصفر، واحط الاكس ب 20 اقدر اطلع مين؟ اقدر اطلع ال ال. نبص كده مع بعض. يبقى انا اول خطوه هشيل كيو 1 واقعد عنها بدايه كيو 2، تمام؟ احنا عارفين ان الكيو 1 على كيو 2 بتساوي 4، يبقى اي نت بصفر والاكس ب 20 سنتي، ممكن تحطها ب 20 او تحطها 2 من 10 ساعتها الناتج هيطلع لك بالمتر، والكيو 1 هنحطها بدايه كيو 2 ونساوي المعادله بالصفر ونعمل حل باختصار جبري عادي خالص ونشوف كده مع بعض. فانا هنا شلت خدت كيو 2 عامل مشترك، حطيت الاي نت بصفر، وخدت كيو عوضت كيو 2 يعني كيو 2 او كيو 1 بتساوي 4 كيو 2، ف
فشلت كيو 1 دي وعوضت عنها ب 4 كيو 2، وهنا كيو 2 فخدت الكيو عامل ايه؟ كيو 2 عامل مشترك. ادي ال وادي 20، 20 يبقى انا كده شغال بالسنتي، تمام؟ يبقى عندي ال دي هتطلع لي يا شباب بالسنتي، تمام؟ على 20 كل تربيع ناقص كيو 2، انا خلاص خدت عامل مشترك، الاكس تطلع بكام؟ ب 20. يبقى انا اصبح عندي 0 بتساوي كي كيو 2، وفي الكوز ده كي 9 في 10 اس 9 وكيو 2 ليها قيمه، يبقى استحاله الترم ده بيساوي ايه؟ استحاله الترم ده يساوي صفر، يبقى الكي كيو 2 استحاله يساوي صفر، يبقى الترم ده اللي هو الكوز ده البراكت ده هو اللي اكيد هيساوي صفر. طب امتى البراكت ده يساوي صفر؟ بالظبط ايوه لما يكون الترم اللي هو 4 على ال زائد 20 كل تربيع بيساوي مين؟ 1 على 20 تربيع. يبقى انا محتاج الترمين دول لازم يساووا بعض عشان القوس هو اللي يساوي صفر، ما هو استحاله الكيو على 2 يساوي صفر. يبقى 4 على ال زائد 20 تربيع بيساوي 1 على 20 تربيع. طب هناخد الجذر التربيعي للطرفين، هيبقى عندي 4، انا مجرد بس ان انا جبت الارقام في طرف والمجهول في طرف، فعندي هاخد الجذر التربيعي للطرفين، جذر 4 هو كام؟ 2، تمام؟ والجذر التربيعي للطرفين ده هيبقى 2، التربيع ده هيطير، تمام؟ هيبقى هنا 2 وهنا كام؟ 20، 20 في 2 ب 40 وال زائد 20، ال 20 دي هتروح الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى 40 ناقص 20 كام؟ 20، يبقى ال بيساوي كام؟ 20 سنتي. طيب أنا كده حددت قيمة ال ال، نرجع تاني للمطلوب بتاعنا اللي هو الأولاني اللي أنا مش اللي أنا أصلا ما كنتش عايز أحدد ال ال فيه، لأ أنا لازم أحدد ال ال عشان هو هيساعدني في الحل بتاعي إن أنا أجيب قيمة ال إكس. يبقى شباب عشان نوجد قيمة الدالة امتى تكون ماكسيمم، انا عايز اوجد قيمة الاكس امتى تكون ماكسيمم، كل اللي انا بعمله ان انا بعمل تفاضل بالنسبة للدالة ديت عند الاكس واساوي النتيجة بتاعتي صفر. ليه بعمل كده؟ انا مثلا عندي دالة اهي، الدالة ديت ممكن تكون تزايدية بتحصل فيها زيادة اهي، وبعد كده بتبقى ايه؟ دالة تناقصية. دلوقتي انا عندي نقطة معينة، عندي نقطة معينة الاي بيحصل ليها قيمة عظمى، بعد كده بتبدأ تقل. طب امتى اجيب القيمه العظمى دي؟ بعمل حاجه اسمها ميل المماس. ميل المماس ده ان انا اجيب ميل المماس للداله عند نقطه هي ميل المماس واساوي بالصفر. يعني ايه؟ يعني ايه ميل المماس يساوي الصفر؟ يعني هعمل تفاضل للداله بتاعتي واساوي بالصفر عشان يبقى موازي للمحور اكس. فكل اللي انا هعمله هجيب الداله بتاعتي اللي هي الاي نت اكس اللي شكلها عامل ازاي وافاضلها بالنسبه لاكس، اقدر اجيب القيمه العظمى للداله. طب اجيبه ازاي؟ ان انا بعمل تفاضل او اجيب الميل للداله بتاعتي اللي هو ميل المماس اللي هو تفاضل الداله بالنسبه للمتغير بتاعي اكس واساويه بالصفر عشان يكون موازي لمحور ايه؟ اكس، تمام؟ يبقى انا كل اللي انا هعمله هجيب اي اوف اكس وافضله بالنسبه لاكس، ادي الداله بتاعتي هفضلها بالنسبه لاكس اللي هي الداله دي اهي، عندي الاي نت اكس اللي انا كتبتها قبل كده هفضلها. طبعا احنا بنفضل ازاي؟ طبعا لو انت مش عارف تفاضل الكلام ده ممكن ترفع ال ال زائد اكس في البسط بالسالب 2، تمام؟ يبقى بتعمل ايه؟ بتنزل اس وبتطرح من الاس الجديد ايه؟ 1. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنا سالب 2 هننزلها تبقى سالب كام؟ تنزل سالب 2 في 4 بتبقى سالب 8، وتسالب 2 هتطرح منها 1 هتبقى كام؟ هتبقى سالب 3. عايز تنزلها في البسط في المقام اسف هتطلع ال زائد 3 ال زائد اكس كل كام؟ تكعيب. طيب هنا اكس تربيع هطلعها في البسط بكام؟ باكس اس سالب 2، صح؟ هفضلها ازاي؟ هنزل الاس واطرح من الاس كام؟ 1. هنزل الاس يبقى كام؟ سالب 2، سالب 2 في السالب بتاعي يبقى ده موجب، تمام؟ والاكس هتبقى كام؟ اكس كام؟ تكعيب، تمام يا شباب؟ تاني يا شباب لو عايزين نفاضل الدالة ديت هنفاضل ازاي؟ ادي ال ال زائد اكس كل تربيع هنطلعها فوق في البسط هتبقى ال زائد اكس اس ماينس 2، هننزل اس ونطرح من اس 1، يبقى ال زائد اكس تربيع سالب 2 هتبقى عامله ازاي؟ هننزل اس يبقى سالب 2 في 4 سالب 8 ونطرح من اس 1، ده سالب 2 هنطرح من 1 يبقى سالب 3، هيبقى ال زائد اكس كل ايه؟ اس سالب 3، انزلها تحت في المقام تطلع اس 3، تمام؟ يبقى دي الداله الاولانيه. الداله الثانيه 1 على الاكس سكوير. دلوقتي هنطلع الاكس سكوير دي
هنطلع 4 في البسط تبقى اكس اس ماينس 2. طيب نزل اس اللي هو سالب 2، سالب 2 في السالب هيبقى ايه؟ موجب. تمام. طيب اكس اس سالب 2 هنطرح من اس 1، سالب 2 ناقص 1 تبقى سالب 3. هنرجع تاني في المقام تبقى كام؟ اس 3. طيب دلوقتي كل الكلام ده، كل الداله دي بتساوي صفر. هنطبق القاعده دي. طيب الكي كيو 2، الكي بقيمه موجبه والكيو 2 هتبقى لها قيمه برضه قيمه موجبه، فاستحاله ضربهم يساوي ايه؟ يساوي صفر. طيب البراكت بتاعي هو اللي اكيد هيساوي صفر، معنى كده ان الكميه اللي هي البراكت الترم الاولاني ده هيساوي الترم الثاني. طيب نشوف كده. يبقى 8 على ال زائد اكس كل تكعيب بتساوي 2 على اكس تكعيب. انا جبت ال بكام؟ جبتها ب 20 سم. طيب هنختصر، هنودي الاكسات في طرف والارقام في طرف. تمام، طرفين في وسطين، هيبقى ال زائد اكس تكعيب، جبت ده هنا طلعت ده في البسط ونزلت الاثنين دي في المقام، يبقى ال على اكس ال زائد اكس كل تكعيب على اكس تكعيب بتساوي كام؟ بتساوي 8 على 2. 8 على 2 اللي هي 4. هناخد ايه؟ هناخد الجذر التربيعي للطرفين وده الطرفين في وسطين، هيبقى هنا التكعيب ده هيترمى التكعيب ده. تمام، والاربعه دي هتبقى جذر كام؟ جذر تكعيب الاربعه. بعد كده اضرب الاكس في كام؟ في الاربعه، يبقى جذر التكعيب للاربعه في الاكس بتساوي ال زائد اكس. تمام، هودي الاكس دي الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، هيطلع لي كام؟ يطلع لي رقم ان ال، احنا عندي ال ب 20 صح؟ انا عندي ال فجبتها من المره اللي فاتت، ال جبتها ب 20، احط ال ب 20 هنا زائد اكس بتساوي 4 جذر اكس. اودي الاكس دي الناقص بالناحيه الثانيه بالناقص، هيطلع لي ال بكام او الاكس بكام يا شباب؟ هتطلع ب 34.5 بالعدد الحاسبه. يبقى انا عندي 34.5 سنتي، يبقى انا عندي على بعد مسافه اكس بتساوي 34.5، الاي ماكس هتبقى بكام؟ بصفر. يعني انا هنا نرجع كده تاني، على مسافه الاكس دي لما تكون ب 34.5 هيكون الاكس الاي نقطه المحصله الاي نت بكام؟ بي ماكس، اقصى قيمه عظمى ممكن تحصل لي لوجود وجود الشحنتين دولت كيو 1 على كيو 2 ب 4، الاي ماكس هتحصل عند اكس بكام؟ ب 34.5. المطلوب رقم 2 بيقول لي فايند اف ذا بارتكل 2 اللي هو الشحنه 2 دي بسالب 3 اي، وات ذا فاليو اوف اي ماكس، عايز يحسب الاي ماكسيمم بكام؟ بص كده، هنرجع تاني للمعادله الاصليه بتاعتنا، المعادله الاصليه اللي هي بتساوي كام؟ الاي نت اكس بتساوي كي كيو 1 زائد ال زائد اكس كل سكوير ناقص كي كي كيو 2 على اكس سكوير. دي المعادله الاصليه بتاعتنا. ادي دلوقتي جبت ال ال ب 20 سنتيمتر وجبت الاكس اللي بيحصل عندها اي ماكس ب 34.5، وانا عندي دلاله كيو 1 وكيو 2 بدلاله بعض، فممكن اشيل كيو 1 واقعد عن 4 كيو 2 ونعوض عن الاي ماكس، اشوف قيمتها هتطلع كام. عندي الكيو 2 بتساوي سالب 3 اي، يبقى انا هتحصل عندي المعادله بتاعتي تصبح عندي ان الاي نت عباره عن كي كيو 2 4 على ال زائد اكس كل سكوير ناقص 1 ناقص اكس كل سكوير. تمام، هو هيديني قيمه الكيو بكام؟ الكيو 2 بتساوي كام؟ 3 اي. طيب يبقى هنحسب الاي ماكس بكام؟ لو يعني ال دلوقتي ب 20، الاي ماكس بتحصل عند 43.5، فانا عايز اجيب الاي نت بكام لو اداني قيمه الكيو 2؟ هنعوض تعويض مباشر، انا عندي الكي 9 في 10 اس 9، الكيو 2 ب 3 اي، طبعا احنا بناخد هنا الابسولوت فاليو القيمه الموجبه، ف 3 الاي ده اللي هو شحنه الالكترون، شحنه الالكترون 1.6 من 10 في 10 اس 3 19، افتح قوس 4، ال هنا ب 2 من 10 عشان هطلع الوحده بتاعتنا بالنيوتن فلازم اشتغل بالمتر، يبقى ال بتاعتنا ب 2 من 10 اللي هي 20 سنتيمتر ضربتها في 10 سالب 2 عشان احولها للمتر، والاكس ب 34.5 سنتي هضربها في 10 سالب 2 هيبقى 0.345 سنتيمتر متر تربيع كل تربيع. تمام، والاكس بنفس القيمه 0.0345 كل تربيع عشان هكتبها بالمتر. هنحسب الكلام ده بالآلة الحاسبه، هيطلع انك الاي نت الاي ماكس قيمه الاي ماكس اللي بتحصل عند الشخص